يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه السادس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر. وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنه من المقرر أن يستكمل المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية. وكذلك البت في اقتراحات مقدمة من أعضاء بالمجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان.